نور الدين بوعشيرة الجزائري المتوج مع منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا، رجل الظل مع أسود التيرانغا، الذراع الأيمن للمدرب أليو سيسي. بوعشيرة تقني الفرنكو جزائري وضعت فيه الثقة الاتحادية السنغالية لكرة القدم ليكون ضمن الطاقم الفني ويمنح أهم مهمة وهي تحليل المنافسين وتقديم تقارير مفصلة عنهم. التقني الجزائري من موالد سنة 1968 بمدينة مارسيليا، بدأ مهمته التدريبية في أكاديمية نادي الجنوب الفرنسي، وخاض عدة تجارب مع بعض الأندية الفرنسية بين فترة 1990 و2010 على غرار نادي تروا وستراسبورغ، وكذلك كان مسؤول الانتدابات مع نادي برايتون الإنجليزي، وعمل أيضا في منصب مساعد مدرب المنتخب الصيني سنة 2016 وموريتانيا عام 2019، ليحط بعد ذلك الرحال في السنغال مع نهاية عام 2020 ويكون واحد من المهندسين الذين حققوا الإنجاز التاريخي. نور الدين بوعشيرة هو خبير دولي في تقنية تحليل الفيديو استنجدت به عدد الاتحاديات بما فيها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتكوين المدربين في هذه التقنية الأساسية في عالم التدريب. هو واحد من الأسماء الجزائرية التي فرضت نفسها خارج الوطن بنجاح في انتظار الاستفادة من خبرته هنا بالجزائر.